أكمل فيه عن الريال نمبر، الأعداد الحقيقية، وهي عبارة عن نشرح اليوم عن مجموعتين نستفيد منهم، ست اوف انتجر اللي جي اللي هي مجموع الأعداد الصحيحة الموجبة والسالبة، والراشونال نمبر اللي هي الأعداد النسبية اللي هي على شكل بسط مقام، بحيث أنه المقام لا يساوي صفر، والبسط والمقام أعدادهم أعداد صحيحة. ملاحظة، كل عدد نسبي يمكن تعبير عنه على شكل ديسيمال، يعني على شكل عدد عشري أو فاصلة عشرية، بحيث أنه نقسم البسط على إيش؟ على المقام. كان بيشون ديسيمال ريبريزنت اللي هو ممكن يعيد نفسه، العدد ده ممكن ما يعيد نفسه، اللي هي مثل 1/4 لما نقسمها اللي هي 0.25 اللي هي 25%، الباقي بعد الخمسة في عنا أصفار، هذا بسموه كسر عشري منتهي. ليش؟ لأنه الباقي عبارة عن صفر. أما لما نقسم 1/3 اللي هي 0.3333 هذا بسموه عدد كسري، عدد عشري دوري أو كسر عشري دوري، لأنه الثلاثة لا تنتهي. 2/7 في عنا عبارة عن هنا الثلث كان يتكرر عدد واحد وهو الثلاث، ولكن هون يتكرر أكثر من عدد مع بعض، مثلا هاي 2 8 5 7، تمام، 1 1 4، بعدين برد يرجع يتكرر نفس العدد 2 8 5 7 1 4 وهكذا. لما ينتهي بسموه terminating decimal، منتهي، يعني بعديه كل عناصر شو بتكون أو دي شو بتكون زيرو. ولكن اللي هو لما يكون لا ينتهي اللي مثل 1/3 أو 2/7 بسموه repeating but not terminating، يعني بتكرر ولكن غير منتهي. At this point we can define the rational number. هي الراشونال نمبر تقسم الى قسمين الى مجموعتين، اللي هي set of repeating decimal، مجموعه المنازل بتتكرر اللي هي لها نوعين، terminating اللي هي منتهي، ونوت terminating اللي هو غير منتهي. بدنا نشوف مجموعه من كيف نحولها على شكل بسط مقام اللي هي بي اي كيو. 0.25 2/5 اللي هي 25%، هذا فراكشن. فراكشن يعني عبارة عن بسط مقام، هي عبارة مقسم تقسيم 5 تقسيم 5 أو 25/5 اللي هي تساوي 25/100 تقسيم 5 تقسيم 5، 25 تقسيم 5 يساوي 5/100 تقسيم 5 20، نريد نقسم تقسيم 5 تقسيم 5 نريد نقسم تقسيم 5 تقسيم 5 تصير 1/4. المثال الثاني لما يكون غير منتهي متكرر، في له طريقة ثانية اللي هي بنعملها على نفرض x عبارة عن 1.4 اللي هي في عنا هون إشارة إيش؟ إشارة الدوري. لأنه منزل واحد بيتكرر، رقم واحد بتكرر، بنضربه 10 10 اكس، يعني بنزيح الفاصلة، يعني اكس شو بتساوي؟ 1 1.4 اللي هي عبارة عن ايش؟ 1.4 4 4 4 الى ما لا نهاية. لما نضرب 10 اكس تسيح الفاصلة بصير 14.44. نحن بهذه الحركة هدفنا انه نخلص من
هدفنا نخلص من العادات بتتكرر. لما نطرح 10 اكس نطرحهم 10 اكس ناقص اكس اللي هي 14.44 تتكرر ناقص 1.4 دوري صف ايش 13، لأن 14 ناقص 1 13، وبتروح الدوري الغير منتهي مع الدوري غير منتهي. 10 اكس ناقص 9 ناقص اكس بجيب صف عندنا هون 9 اكس. كيف نصير 9 اكس يساوي 13؟ نقسم على 9 بصفي اكس عبارة عن ايش 13 على 9. مثال ثاني، شو ذات 9 بالعشرة دوري يساوي 1، يعني بيكون قريبة جدا على الواحد. نفس الفكرة، نفرض الاكس عبارة عن 0.9999 عدد لا نهائي، اللي هي نقدر نكتبها اللي هي تساوي 0.9 دوري. لأنها بتتكرر، العدد بتكرر مرة واحدة، في عدد واحد بتكرر نضرب 10، لو في عددين بتكرر نضرب 100. 10 اكس شو بتساوي؟ 0.9 لو نضربها ضرب 10 وتساوي 9.9 دوري. نطرح من بعض نفس فكرة المثال القبلي، 10 اكس ناقص اكس تساوي 9.9 دوري ناقص 0.9 دوري. عشان نروح الدوري مع الدوري، 10 اكس ناقص اكس يساوي 9 اكس، والدوري بيروح مع الدوري يساوي 9. فمنقسم على 9 نقسم على 9 اكس بتساوي 1. الراشنال نمبر اللي هي الاعداد الغير نسبية، هي الاعداد التي لا يمكن كتابتها على شكل بسط مقام، او في لها تعريف ثاني كمان there also exists a set of decimal that do not repeat. يعني هي كمان اللي هي منازل عشرية ما لها تكرار، لانه يعني الراشنال نمبر قلنا بتتكرر لها نوعين، منتهي وغير منتهي. الراشنال نمبر هي اعداد فاصلة عشرية لا تتكرر. الريال نمبر اللي هو ديفينيشن، الريال نمبر هو يتكون من اتحاد مجموعتين اللي هي الراشنال والراشنال، لان الراشنال تحتوي على مجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة الراشنال نمبر، ومجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة والسالبة اللي هو الانتجر. فالاعداد النسبية والاعداد الغير نسبية هي تمثل الريال نمبر. إذا set union of the set of Q and S and H. الريال نمبر هي عبارة عن خط الاعداد اللي هو كان زمان تعريفه افقي يمين ويسار، زمان كان عمودي على واسفل، اللي هي ممكن هاي خط الاعداد متوسط الصفر هاي الجهة ما لا نهاية، هاي الجهة سالب ما لا نهاية. ما لا نهاية والسالب ما لا نهاية ليسوا أعداد، وأن ما لا نهاية هي رمز لأكبر عدد، والسالب ما لا نهاية هي رمز لأصغر عدد. الريال نمبر هي عبارة عن the set of real number اللي هي ممكن نمثلها على شكل set of all points on the line، اللي عبارة عن كل النقاط الموجودة على هذا الخط المستقيم.
هاي الأعداد ممكن نطبق عليها assuming نطبق عليها الجمع الضرب الخصائص اللي هي موجودة عندنا closure of addition اللي هي مغلقة عند الجمع. يعني أي عددين real number لما نجمعهم بيعطينا real number. commutative law of addition يعني الجمع. هاي خصائص للأعداد بالريال نمبر اللي هي نفسه 5. بس لما تجمع ثلاث أعداد تجمع أول عددين مع بعض والناتج تجمعه مع العدد الثالث اللي هي هاي الخاصية شو يسموها associative اللي هي A زائد B زائد C تساوي A زائد B زائد C. الايدنتيتي اللي هو الايدنتيتي معناته العنصر المحايد بالنسبة للجمع اللي هو صفر. شو يعني عنصر محايد؟ اللي هو اي عدد تجمعه مع صفر يبقى الناتج العدد نفسه. 5 زائد 0 5 10 زائد 0 10 الانفرس 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 هو يكون عبارة عن عدد حقيقي وحيد لكل عدد. يعني كل عدد له انفرس ما عدا ايش؟ ما عدا بالجمع كل عدد له انفرس لكن بالضرب في كل عدد له انفرس ما عدا ارقام معينة. بالنسبة للجمع اذا كان العدد 2 شو الانفرس تبعه؟ سالب 2. مجموعهم كم بده يعطينا؟ صفر. فدائما اي عدد زائد انفرس معكوسه يساوي العنصر المحايد اللي هو الصفر. يعني 5 زائد ناقص 5 صفر، 10 زائد ناقص 10 صفر، وهكذا. هسا زي ما طبقنا هاي العمليات على الجمع بدنا نطبقها على الضرب كلوجر فور مولتيبليكيشن. انه اي عددين حتى لو ضربناهم مع بعض بيضل الناتج اي عددين ريال نمبر بيضل الناتج ريال نمبر. ونفس الشيء بتنطبق عليهم الضرب انه ضرب تبديلي انه 2 ضرب 3 يساوي 3 ضرب 2 يساوي 6. نفس الشيء اذا ثلاث اعداد بنضربهم مع بعض اللي هي اسوشيتيف تجميعي لو اوف مولتيبليكيشن اي عددين نضربهم مع بعض والناتج نضربه مع العدد الثالث. الايدنتيتي بالجمع بيختلف عن الايدنتيتي بالضرب. الايدنتيتي بالجمع صفر اما بالضرب واحد، لانه اي عدد تضربه بواحد بضل زي ما هو، ولكن اذا حطينا صفر اي عدد نضربه صفر بصير صفر. فالايدنتيتي للجمع صفر، الايدنتيتي للضرب واحد. الانفرس للضرب اللي هو عباره عن يكون عدد وحيد يعني فيش غيره لكل عدد اللي هي مقلوب واحد على ايه. يعني مثلا 2 ضرب 1 على 2 مقلوبها شو بده يعطينا؟ 1 اللي هي العدد نفس فكرة بالنسبة للجمع. ضرب العدد ضرب مقلوبه بده يعطينا العدد ضرب مقلوبه يساوي العنصر المحايد للضرب. يساوي العنصر المحايد للضرب. هون في عنا ال distributive law اللي هو توزيع الضرب على الجمع اللي هو A ضرب B زائد C يساوي A ضرب B زائد A ضرب C. مثال عليها اللي هي 2 في 3 زائد 4 تساوي 2 في 3
زائد 2 في 4. هل نستخدمها لما يكون عدد كبير نقدر نوزعه اللي هي تساوي 6 زائد 8 وتساوي 14. وتساوي 14. هون احنا نستفيد منها متى؟ لما يكون في عنا عدد كبير، مثلا 5 ضرب 5 في 24 مثلا، اللي بتصير عبارة عن 5 في 20 زائد 5 ضرب 4. بصير أسهل، 5 ضرب 2 10 وحط صفر شو بصير؟ 100 زائد 20 وتساوي 120. هسا في عنا تعريف للطرح، اللي هو الطرح هو فكرة الطرح اللي هي الفرق بين أي عددين let A و B be any real number then the difference of A and B writing by A ناقص B، أو ممكن تكتبها على صيغة جمع A plus minus B. بالنسبة للقسمة let A B be any real number the quotient معناها قسمة في A B ممكن تكتبها على شكل A تقسيم B اللي هي A على B أو A تقسيم B، أو ممكن تكتبها على شكل ضرب اللي هي A في 1 على B.